ثلاث شبكات في محافظة ديالى ومن عدة سنوات تتنافس بنصب أبراج الاتصالات لغرض الظفر بالمشتركين، إلا أن أهالي المحافظة يعانون من رداءة الخدمة والانقطاع المستمر للشبكة، وفي بعض المناطق لا يمكن إجراء مكالمة لدقيقة واحدة. المواطن ما عنده إمكانية إنه كل شوية يتصل ودقيقة واحدة ما يأمن اتصال، زين أنا مثلا كل فترة أنا خابر والدي بكركوك، زين اتصال ما يأمن والله العظيم. ولا يختصر الأمر على شبكات الاتصال فقط، فخدمة الإنترنت لها نصيبها من معاناة الأهالي، فمبالغ عالية تجبى من المشتركين مقابل خدمة سيئة واستحواذ شركات محدودة على مفاصل محافظة ديالى. اتصال الانترنت او اتصال الشبكات او الانترنت بصورة عامة في محافظة ديالى ندفع اجور 35 و40 و50 ونفس الخدمة ونفس ماكو اي تغيير، اما الاتصال الشبكات باقي الشبكات فكل ضعيفة من خدمات من اتصال بصورة عامة، كل تطور بالاتصال ماكو صار لنا هالسنين كليتها. الإدارة المحلية في بعقوبة ومن خلال مخاطبات رسمية طالبت بإخراج إحدى الشبكات من ديالى وفسح المجال لغيرها باعتبارها الأسوأ بين الشبكات الثلاثة المعروفة، والتي تجاوز عدد مشتركيها في ديالى فقط أكثر من 500 ألف مواطن. تم مفاتحة مجلس المحافظة والسيد المحافظ برداءة هذه الخدمة، وطالبنا بمغادرة شركة آسيا سيل لقضاء بعقوبة وترك الخدمة إلى شركة أخرى بسبب رداءة هذه الخدمة، ومنذ أكثر من 6 أشهر يشكو المواطنين وتردنا شكاوي. ويضاف للتأثير البيئي والصحي على حياة الإنسان ارتفاع فواتير الاتصال ورداءة الخدمة في جميع مناطق المحافظة. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.